السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم سمر غانم ادمن بيج مجاني بوشي وتشيكو. الناس الاول مرة تتابعني يا ريت تشتركوا وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي، ولو عجبتكم ورشة النهارده بقى ما تحرمنيش من لايك وكومنت. تعالوا اقول لكم بقى حصل معايا ايه وانا ليه عملت القناة الجديدة ديت. انا خير اللهم اجعله خير. اول يوم رمضان بفتح الموبايل عادي بتاعي لقيت جايلي رسالة من ادسنس الحساب بتاعي اتوقف، وبدل الحساب بتاعي وقف يبقى القناه خلاص. زعلت شويه على القناه عشان كنت اول قناه بقى عاملاها وبحبها، وتشجيعكم ليا في القناه، والقناه في شهرين وقفت الشروط، فكنت بحبها قوي. بس قلت مش مشكله خير، وقلت نعمل قناه تانية. وعارفه اللي انتوا بتحبوني قد ايه، وانا محتاجه دعمكم معايا. فياريت اللي ما اشتركش لغايه دلوقتي بسرعه 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 يعمل اشتراك وتفعيل الجرس عشان كل الورش الجديده يجيلكوا اشعارات بيها. وان شاء الله بقى كل الشغل الجديد هيتنقل على القناه ديت. فياريت عايزه ادعمكم بقوه في القناه ديت زي القناه الثانيه. انا حبيت بقى ايه اول فيديو يعتبر انزله في القناه تبقى ورشه قويه وحلوه، وان شاء الله تنول اعجابكم. انا جايبه لكم النهارده ورشه الموديل دوت. الموديل دوت عبارة عن لعب بالالوان 3D، بيدي عمق لجوه اكن مربع. بصوا اكن مربع وداخل لجوه. هو اللعب في الالوان، بس هو اللي بيدي الشكل ال 3D دوت. المفرش ده بقى كله معمول بخيط اليزا ديفا وابرة رقم 3.5. عرض المفرش 180 وطوله 210، ومعايا 2 خدادية. الخدادية مقاس 60×40. خليكوا معايا لاخر الفيديو هوريكوا الوحدة بتتعمل ازاي وطريقة التشبيك ازاي. هي الموديل ده فيه 2 طريقة تشبيك، هوريلكم برضو التشبيك بتاعها ازاي. ولو عجبتكم او لو عجبكم موديل النهارده ما تحرمنيش من لايك والكومنت. والناس اللي اول مره تشوفني يا ريت الاشتراك وتفعيل الجرس عشان اوصلكم كل فيديوهاتي. طيب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الشغل النهارده. كل الالوان اللي معانا اليزا ديفا وابره رقم 3.5. هنبتدي الشغل، نعمل عقده البدايه واربع سلاسل، 1 2 3 4، ونقفلهم دايره. هطلع باربع سلاسل، 1 2 3 4. اول 3 سلاسل كانهم اول عمود في الاول مجموعه، والسلسله الرابعه اللي ما بين المجموعات. المجموعة الاولانية بتكون من 4 عواميد، ده يعتبر العمود الرابع. هنكمل المجموعة في اخر السطر كده. هنعمل بقى ايه المجموعة التانية؟ هنعمل المجموعة التانية 4 عواميد، ادي 1 2 3 4. هناخد سلسلة، هنعمل المجموعة التالتة 4 عواميد، ادي 1 2 3 4. هناخد سلسلة، هنعمل المجموعة الرابعة 1 2 3 4. هاخد سلسلة، عايزين بقى رجعنا للمجموعة الأولانية كنت عملت فيها عمود، نعمل 3 عمدين، ادي 1 2 3، ونقفل في ثالث سلسلة
واحد اتنين نقفل في التالتة. وادي السطر الاول، تيجي بقى السطر التاني هنخش في الفراغ، كان ما بين كل مجموعة في سلسلة، هنخش في الفراغ ونعمل حشو واطلع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، ده اكنه عمود، واخد لفة وفي نفس الفراغ اعمل عمود، وبعدين هنلاقي فيه اربع عمدان، هنطلع فوق كل عمود عمود. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، هنلاقي الفراغ، السلسلة اللي ما بين الايه المجموعات، هاخد لفة وفي الفراغ هنعمل اتنين عمود سلسلة، اتنين عمود، هنلاقي الاربع عواميد، هنعمل فوق كل عمود عمود، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة، هلاقي الفراغ هعمل فيه اتنين عمود، واخد غرزة. وادي السطر التاني بعد ما خلصناه، انا عايزة اوريكم الاول على واحدة، دي شكل الوحدة قبل التشبيك. احنا ده برواز ملناش دعوة بيه، الاول البرواز ده بعمله في الاخر. الوحدة بنبتدي من هنا من الابيض، بنطلع كده مثلث عشان يدي 3D. فكده خلصنا السطر التاني، هنلف الشغل ونغير اللون بقى باللون السمني الاوفايت، ونخش في اول غرزة هي الوحدة ديت، خيوطها بتبقى كتير بس في الاخر بتفنش. احنا هنا عندنا 8 عواميد، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، هطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3، ده اكنه اول عمود، ونعمل 7 عواميد يبقوا 8 عواميد، ادي كده 2، ادي كده 3 4 خمسة ستة سبعة تمانية، يعني كده طلعنا فوق كل عمود عمود، هلاقي السلسلة بتاعت الفراغ، اخد لفة وفي الفراغ اعمل اتنين عمود سلسلة، وفي نفس الفراغ اتنين عمود، وكرر بقى في الناحية هنا 8 عواميد، هنطلع فوقيهم 8 عواميد، بنبتدي من الغرزة، في غرزة هنا في اول فراغ والعمود، تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، خمسة ستة سبعة تمانية، وادي شكلي الوحدة بعد ما خلصنا السطر التالت. دلوقتي بقى هنبتدي السطر الرابع، هو كل لون بنعمل منه سطرين، السمني عملنا سطر هنعمل كمان سطر. هنا هنلاقي هنلف الشغل، هنا في 10 عواميد
هنطلع فوقيهم بعشر عواميد. هاخد اول 3 سلسلة، 1 2 3 اكنهم اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، 8 9 10. هنلاقي الفراغ بتاع الركن اللي هو سلسلة، هاخد لفة واعمل في الفراغ 2 عمود، سلسلة 2 عمود. واكرر بقى هنا 10 عواميد، هنطلع فوقيهم ب10 عواميد من اول هنا الغرزة الضيقة اللي في اول الركن، ادي 1 2 3 9 10. واخد غرزة وانهي الشغل باللون دوت، وادي شكل الوحدة بعد السطر الرابع. المثلث ابتدى يبان، هيبقى طالع كده. هنلف الشغل ونبتدي بقى السطر الخامس. هنشبك الخيط في اول غرزة، ونطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3، دولت كأنهم اول عمود. في السطر الرابع في 12 عمود، هنطلع فوقهم 12 عمود، ده كأنه اول عمود، 2 3 10 11 12. هلاقي الفراغ هعمل فيه 2 عمود، ادي 1 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ 2 عمود، ادي 1 2. ونكرر بقى هنا في 12 عمود، هنطلع فوقيهم ب12 عمود من اول هنا الغرزة الضيقة اللي في اول الركن، ادي 1 2 3 11 12. وادي شكل الوحدة بعد ما خلصنا السطر الخامس. هنبتدي بقى السطر السادس بنفس اللون، هنلف الشغل ونطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3. لو عدينا العواميد اللي في السطر الخامس بالركن هنلاقيهم 14 عمود، هنطلع فوقيهم 14 عمود، فوق كل غرزة عمود. اول 3 سلاسل دولت اكنهم عمود، 2 3 13 14. هنلاقي الفراغ بتاع الركن هنعمل فيه 2 عمود، سلسلة، وفي نفس الفراغ 2 عمود. ونكرر هنلاقي في الناحية التانية فيهم 14 عمود، هنطلع فوقيهم 14 عمود وننهي اللون. دي شكل الوحدة بعد ما خلصنا السطر السادس وفنشنا اللون والمثلث ابتدى يبان اكتر. هنلف الشغل ونبتدي بلون الاصفر الغامق ونشبكه في اول غرزة. احنا في كل سطر بنزيد
عمودين اللي هما بتوع الأرقين، في كل ناحية عمودين. هنطلع بثلاث سلاسل. السطر اللي قبل كده كان فيه 16 عمود، هنطلع فوقيهم 16 عمود. ادي كده اكنه اول عمود، 2 3 14 15 16. هنلاقي الفراغ بتاع الركن، هنعمل فيه 2 عمود، سلسلة 2 عمود، ونكرر في الناحية التانية فوق كل عمود عمود. وادي شكل الوحدة بعد ما خلصنا السطر السابع. وهنبتدي دلوقتي السطر الثامن بنفس اللون. هنطلع نلف الشغل ونطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3. السطر السابع كان فيه 18 عمود، هنطلع فوقيهم ب18 عمود، ده اكنه اول عمود، 2 3 16 17 18. هنلاقي الفراغ بتاع الركن، نعمل فيه برضو 2 عمود، سلسلة 2 عمود. ونكرر من الناحية التانية، في 18 عمود، هنطلع فوقيهم ب18 عمود وننهي اللون. وادي شكل الوحدة بعد ما خلصنا السطر الثامن. ما تتخضوش من الخيوط، هو بعد كده في الفينش بصوا في الوحدة بتبقى زي الفل وما فيهاش اي حاجة، بس هي متعبة عشان الخيوط بتاعتها كتير. دلوقتي هنبتدي برضو السطر التاسع، هنلف الشغل وبرضو زي ما بنعمل نيجي عند اول غرزة نشبك الخيط، واطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3. السطر الثامن لو نعد العواميد دي هنلاقيها 20 عمود، هنطلع فوق كل عمود عمود. ادي ده اكنه اول عمود، 2 3 18 19 20. هنلاقي الفراغ بتاع الركن، هنعمل فيه 2 عمود، سلسلة، وفي نفس الفراغ 2 عمود. ونكرر في الناحية التانية، 20 عمود، هنطلع فوقيهم ب20 عمود. وكده بعد ما خلصنا السطر التاسع والمثلث ابتدى يكبر اكتر، هنبتدي بقى السطر العاشر. هنلف الشغل وبنفس اللون هنطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3. السطر التاسع لو نعد العواميد هنلاقيهم 22 عمود، هنطلع فوقيهم 22 عمود، ده اكنه اول عمود، 2 3 20 21 22. هنلاقي بقى الفراغ، هنعمل في الفراغ 2 عمود، سلسلة 2 عمود. ونكرر برضو الناحية التانية، فيها 22 عمود، هنطلع فوقيهم 22 عمود وننهي اللون. وادي شكل الوحدة بعد ما خلصنا السطر العاشر وفنشنا اللون. هنبتدي بقى بلون جديد الاسود، هنلف الشغل وبرضو في اول غرزة نشبك الخيط، ونطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3. في السطر العاشر لو نعد العواميد دولت هنلاقيهم 24 عمود، هنطلع فوق كل عمود عمود، ده اكنه اول عمود،
تاني عمود، تلاتة، 20، 23، 24. هنلاقي الفراغ بتاع الركن، هنعمل فيه برضو 2 عمود، سلسلة، وفي نفس الفراغ 2 عمود. ونكرر من الناحية التانية فوق كل عمود عمود. وادي الوحدة بعد ما خلصنا السطر ال11، وهنبتدي بقى السطر ال12 بنفس اللون. هنلف الشغل واطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3. لو هنعد العواميد ديت اللي في السطر ال11 هنلاقيهم 26 عمود، هنطلع برضو فوق كل عمود عمود. ادي 1 2 3 25 26. كده وصلنا للركن. في الفراغ هنعمل 2 عمود، سلسلة، وفي نفس الفراغ 2 عمود. ونكرر برضو الناحية التانية، فيها 26 عمود، هنطلع فوقيهم ب26 عمود وننهي اللون. وادي الوحدة بعد ما خلصنا السطر ال12، وهنبتدي السطر ال13. المثلث كبر والثري دي ابتدى يبان عشي عمق لجوه. هنبتدي بقى السطر ال13 بلون رصاصي فاتح. هنلف الشغل ونشبك خيط في اول غرزة، هنطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3. في السطر اللي قبليه هنلاقيهم 28 عمود، هنطلع فوقيهم برضو 28 عمود. ادي 1 2 3 27 28. وصلنا للركن. هنعمل برضو في الفراغ بتاع الركن 2 عمود، سلسلة، 2 عمود. ومن الناحية التانية برضو في 28 عمود، هنطلع فوقيهم ب28 عمود. وادي شكل الوحدة بعد ما خلصنا السطر ال13. وهنبتدي دلوقتي السطر ال14. هنلف الشغل وهنطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3. لو هنعد العواميد اللي في السطر ال13 هنلاقيهم 30 عمود، هنطلع فوق كل عمود برضو عمود. ادي اول عمود، 2 3، 29، 30. هنلاقي برضو الركن، هخش في الفراغ اعمل 2 عمود، 1 2، سلسلة، 2 عمود. وبرضو نكرر الناحية التانية، هنلاقي فيها 30 عمود، هنطلع فوقيهم 30 عمود وننهي اللون. وادي الوحدة بعد ما خلصنا السطر ال14، وهنبتدي السطر ال15 باللون الرصاصي الأغمق. هنروح برضو عند أول غرزة ونشبك الخيط، ونطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3. لو هنعد بقى اللي في السطر اللي قبليه هنلاقيهم 32 عمود، هنطلع برضو فوق كل عمود عمود. ادي اول عمود، 2 3، 31، ادي 32. هنلاقي الفراغ بتاع الركن، هنعمل فيه برضو 2 عمود، 1 2، سلسلة، 2 عمود.
ونكرر برضو الناحية التانية فيها 32 عمود، هنطلع فوقيهم ب32 عمود. وادي شكل الوحدة بعد ما خلصنا السطر 15، وهنبتدي دلوقتي بقى السطر 16. هنلف الشغل وناخد 3 سلاسل، 1 2 3. لو هنعد العواميد اللي في السطر 15 هنلاقيهم 34 عمود، هنطلع برضو فيهم 34 عمود. ادي كده اكن اول عمود، 2 3، 33، 34. هنلاقي الركن برضو هنعمل فيه 2 عمود، ادي 1 2، سلسلة وفي نفس الفراغ برضو 2 عمود. والناحية التانية برضو هنلاقي فيها 34 عمود، هنطلع فوقيهم 34 عمود وننهي اللون. وادي الوحدة بعد ما خلصنا الصف 16، ودوت كده كان اخر حاجة في المثلث، باين اهوت وكبر والعمق بتاعه باين. دلوقتي هنشتغل اخر لون باللون اللي هو الرصاصي الغامق. ده هيشتغل بقى ايه، داير ما يدور سطرين، ده البرواز. هنيجي هنا برضو الشغل بيبقى له وش وظهر، بيتعرف من البداية الابيض. بصوا من هنا تحسوا ان الشغل على الظهر في البداية، لكن بيبقى الوش بتاعه بنعرفه عن طريق ايه، اول سطرين اللي هو الابيض. هنيجي برضو هنا هنشبك اللون في اول غرزة، مش في الاول 3 سلاسل، لا الغرزة اللي بعدهم هنا. ونطلع 3 سلاسل، 1 2 3، لكنهم عمود. هنشتغل بقى فوق كل عمود عمود لغاية ما نوصل للغرزة اللي ديت، اللي قبل ديت، اللي قبل على طول الركن. لو نعدهم هنلاقيهم 34 عمود، يعني هنطلع فوق كل عمود عمود. اول 3 سلاسل دولت كأنهم اول عمود، 2 3 33 34. دي الغرزة اللي قبل الركن على طول. هنلاقي بعد كده الركن، وخلصنا هوت الجنب دوت. هنيجي في الركن بقى برضو نعمل 2 عمود، ادي 1 2، سلسلة 2 عمود، 1 2. ونكرر برضو الركن هنا، هنلاقي الجنب دوت هنلاقي فيه 34 عمود لغاية السلسلة الغرزة اللي قبل السلاسل لغاية هنا الغرزة ديت، 34 عمود. عشان هنا في الفراغ دوت بتاع السلاسل ده هنعمله ركن، عشان هنا المثلث اصلا فيه ركن واحد اهو، الوحدة مثلثة، احنا عايزين بقى نربعها تبقى مربعة زي ديت، تبقى مربعة زي ديت. لما اشتغلنا الوحدة كان فيها ركن واحد، احنا دلوقتي عايزين نخليها فيها 4 اركان. هنا سيبنا غرزة عند السلاسل الاولانية، السلاسل ديت دي هنخليها ركن، وهنا برضو هنشتغل لغاية هنا الغرزة اللي قبل السلاسل، والفراغ بتاع السلاسل ده هيبقى ركن، وهنا في هنا ركن عملناه في اول الوحدة خالص وما اشتغلناش عليه تاني، ده هيبقى الركن الرابع. فاحنا دلوقتي هنشتغل من بعد الركن من هنا لغاية قبل الغرزة اللي قبل السلاسل ديت، هيبقوا 34 عمود. وكده وصلنا للغرزة اللي قبل السلاسل ديت اللي احنا هنشتغل فيها ركن. هناخد لفة ونشتغل فيها ركن، 2 عمود، سلسلة 2 عمود.
احنا هنا كنا بنشتغل فوق غرز، لكن هنا هنشتغل فوق الجناب جنب الوحدة، فهنشتغل في الفراغات الواسعة ديت. المفروض بقى لما كنا بنشتغل فوق غرز عارفين مثلا 34 عمود هنطلع فوقيهم 34 عمود، لكن هنا هنشتغل على الجناب. احنا عايزين بقى في الجنب دوت نوزع عليه 34 عمود لغاية الغرزة اللي قبل الركن. فنوزع بقى ايه في الجنب ده، عشان احنا شغالين مش فوق غرز 34 عمود. نيجي هنا مثلا في الفراغ الواسع هنعمل 2 عمود، ادي 1 2. الفراغ اللي وراه الواسع ده برضه 2 عمود، ادي 1 2. هنا في غرزة ناخد فوقيها عمود، وبعدين هنا في فراغ واسع اهو 2 عمود. في الفراغ هنا برضو اللي وراه 2 عمود. الفراغ اللي وراه برضو الواسع ده 2 عمود. هنا برضو في الفراغ الواسع اهو 2 عمود. برضو الفراغ اللي وراه هنا 2 عمود. في الفراغ اللي وراه 2 عمود. كده فوق الفراغات هنا هتلاقوا في غرزة ضيقة نشتغل فيها عمود، بعدين في فراغ واسع اهو 2 عمود. الفراغ اللي وراه هنا 2 عمود. هنلاقي هنا غرزة ضيقة اهي اشتغل فيها عمود. الفراغ اللي وراه الواسع ده 2 عمود. والفراغ الواسع اللي وراه هنا 2 عمود. وهنا الفراغ اللي وراه هنا الواسع هنا 2 عمود. هنا في الفراغ اللي وراه هنا عمود. وبعدين هنا في غرزة، هنبتدي الشغل بقى في الغرزة. في كل عمود فوق كل عمود عمود، ادي عمود وهنا عمود وهنا عمود وهنا عمود. كده وصلنا للغرزة اللي قبل الركن. نعدهم بقى، ده الركن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 31 32 33 33 34 33. تمام كده. وبعدين هنلاقي الركن هنعمل برضو فيه 2 عمود، سلسلة 2 عمود. الجنب ده برضو هنشتغل على الجناب مش على غرز، فعايزين نوزع عليه 34 عمود. احنا هنا خلصنا خلاص الركن، هنيجي في الغرزة اللي بعد الركن ديت هنشتغل الاول على غرز، ادي 1 2 في هنا غرزة ضيقة كده 3. هنا بقى في الفراغ الواسع كده 4، نعمل 2 عمود. الفراغ الواسع اللي هنا برضو 2 عمود. الفراغ الواسع هنا برضو 2 عمود.
الفراغ اللي وراه اتنين عمود، الفراغ اللي وراه اتنين عمود، الفراغ اللي وراه الواسع برضو اتنين عمود، الفراغ اللي ورا الواسع هنا برضو اتنين عمود، هنا في الغرزة ضيقة هنا نشتغل فيها عمود، هنا في الفراغ ده اتنين عمود، والفراغ الواسع اللي ورا هنا اتنين عمود، الفراغ برضو اللي وراه الواسع ده اتنين عمود، والفراغ الواسع هنا اتنين عمود، وهنا في الفراغ الواسع هنا اتنين عمود، هنا في غرزة ضيقة اهي ناخد فيها عمود، والفراغ الواسع اللي وراه هنا اتنين عمود، والفراغ الواسع هنا برضو اتنين عمود، وهنا في غرزة ضيقة قبل السلاسل اللي هنعمل فيها الركن ناخد فيها عمود وندهم بقى. ادي هنا الركن اهو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين واحد وتلاتين اتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين كده تمام. هو اصلا يعني انا الموديل ده مطلوب مني 3 مفارش سرير ب12 خدادية، ف من كتر الوحدات الواحد بيعملها ايد الواحد بعد كده بتاخد انهي غرز واسعه اللي بنشتغل فيها والغرز الضيقه اللي بنشتغل فيها، عشان كده وانا شغاله معاكم ايديا ماشيه لوحدها، الاول هتبقى صعبه عليكم بس بعد كده ايديكوا هتمشي والوحده حلوه وسهله. احنا قلنا بقى هنا عند السلاسل هنعمل الركن الرابع، هناخد اتنين عمود، ونيجي بقى في اول ثلاث سلاسل اللي كانهم اول عمود هنقفل في ثالث غرزة سلسلة، يعني واحد اتنين التالتة. وادي شكل الوحدة لما ربعناها، لسه هتبان اكتر في السطر اللي جاي. الثري دي في التشبيك عشان يبان لازم الابيض ده يبقى من تحت، هتلاقوا كل الوحدات يعني مثلا السطر الجاي هيبقى فيه تشبيك، لما نيجي نشبك الوحدة دي على الوحدة دي لازم كل الابيض يبقى من تحت، بيبقى كله ماشي على نمط معين، مش مثلا هنا الابيض من تحت وهنا الابيض من هنا او من هنا، لا كله ماشي على نمط معين كده. احنا بقى ايه هنبتدي اخر سطر اللي فيه التشبيك، هنبتدي بقى اخر سطر هنطلع بثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة، دول كده اكنهم عمود. المفروض من الركن للركن الغرزة اللي قبل، يعني المفروض من الغرزة ديت الغرزة ديت سبعة، الغرزة اللي قبل الركن 37 عمود. احنا لو عدينا من هنا لهنا هنلاقيهم 36 عمود، العمود ال 37 اللي يكمل الجنب دوت هيجي بقى هنا بعد الركن في غرزة هناخده، هناخدها عمود، يبقى كده ايه 37 عمود. فاحنا هنشتغل كده 36 عمود، ادي واحد اتنين تلاتة خمسة وتلاتين ستة وتلاتين، هنلاقي الركن هنعمل فيه اتنين عمود،
سلسلة 2 عمود. ومن الغرزة اللي بعد الركن نبتدي نعمل بقى 37 عمود. هنا بقى هنعمل 37 عمود، هنلاقي الركن نعمل ركن 2 عمود، 2 عمود سلسلة 2 عمود، وبعدين 37 عمود، وهنا الركن برضو نعمل الركن، وبعدين هنا نعمل 37 عمود. احنا كده وصلنا لاخر 37 عمود، وفي هنا الركن بقى نشتغله. هنعمل في الركن 2 عمود، وهنا هنبتدي التشبيك بقى. نجيب واحدة تانية ونخليها برضو على الوش، نتأكد اللي هي على الوش وعلى نفس النمط. هنيجي هنا في الركن دوت احنا المفروض كنا خدنا 2 عمود، ومفروض سلسلة 2 عمود. هندخل في الركن السلسلة اللي ما بين الأركان، ندخل الإبرة ونطلع الخيط ونشبك كده، أكنها السلسلة اللي ما بين إيه الاتنين عمود، سلسلة 2 عمود. بعد كده هنشتغل برضو 2 عمود عشان نكمل الركن، وهنا في غرزة اللي قلنا هنعمل فيها عمود عشان نكمل أول جنب، يبقوا 37 عمود. اجي عملنا كده العمود 37، وبعدين نقفل في تالت سلسلة. ناخد غرزة، نقطع الخيط، واجي تشبيك كده. وحدتين اتشبكوا مع بعض، هعمل كمان وحدتين اشبكهم مع بعض من تحت، وبعدين هيبقى في فراغ كبير في النص هيتشبك فيه وحده تانية، بس التشبيك بتاعها مختلف. كده بعد ما شبكنا 4 وحدات مع بعض، ادي الاثنين الاولانيين وادي الاثنين التانيين، وكله على نمط واحد الابيض من تحت. هنا في مربع بقى كبير في النص هيتحط فيه وحده عشان تملى المربع دوت كده. هنقلب الشغل على الظهر ونبتدي التشبيك. كده قلبنا الشغل على الظهر، وخدت حتة فتلة من نفس لون الخيط الغامق بتاع الرصاصي. عايزين نقيس الخيط اللي احنا ايه هنقفل بيه، يعني تجيب الخيط كده وبالورب كده، اهو كده حلو قوي. تاخدي مقاس الفتله المربع كله وحطيتها في ابره التنظيف. هاجي هنا عند التشبيك هنا في الركن، في الركن هنا، الركن هنا والركن ايه اللي قدامه، ندخل في الغرزه مش في الفراغ، في قلب الغرز. طلع الخيط، ونربط. هنجيب بقى الجنب ده كده على بعض ونشتغل. بنشتغل الوحدة اللي قدامنا اللي على الغرز الأمامية اهي، الوحدة اللي من تحت على الغرز الخلفية كده. نيجي هنا في فتلتين، يعني هي الغرزة حرف V اهو، احنا بنشتغل على الفتلة ديت الامامية، وفي فتلة تحتها ناخدها برضو على اساس ايه يبقى الشغل
متبت عليه، ما يبقاش على فتلة واحدة مقفلين، ممكن تتقطع ولا حاجة، مع ان الخيط ده جامد. انا برضو عشان امان باخد على الفتلتين. هاجي هنا اخش من الفتلتين، الفتلة التانية التالتة لأ، اللي هما اللي من عندي امامية خلاص، وهاجي في الغرزة اللي قدامها على الغرزة الخلفية. هاجي اخش هنا في اللي جنبها، من هنا الخلفية، ونيجي في اللي قدامها هنا الامامية، ونشد الخيط. ما تشدهوش قوي وما ترخرخوش قوي، خليه ايه براحته. هنا برضو كده كده، نفضل ماشيين المربع في كل اضلاعه بنفس الطريقة ديت. كده خلصت اول ضلع وقلبت الشغل على الوش عشان تشوفوا الفينش بتاعه والشكل بعد التقفيل ازاي بيبقى شكله حلو ومش باين. ديت هنا الفتل لما قلبناه على الوش بقى الامامية، مش الشغل مش عليها، الشغل بيبقى على الفتل الخلفية، بيبقى شكله حلو ومش باين. هنكمل بقى بقية الاضلاع ونشوف اخر الشغل بيبقى شكله ازاي. وادي الوحدات بعد ما اتشبكت، وادي التشبيك من قريب، بيبقى شكله حلو وماشين كمان. زي ما قلت لكم عرض المفرش 180 في طول حوالي 210، واخد حوالي 3.5 كيلو خيط. ولو ورشة النهاردة عجبتكم ما تحرمنيش من لايك وكومنت، والناس اللي اول مرة تابعيني يا ريت اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. ويلا بسرعة بسرعة اشتراك 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 اشتراك، عايزة اكبر القناة يا جماعة. اشوفكم قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في ورشة جديدة او فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.